محسن حزام معنا الآن عبر الهاتف. سيد محسن الكاتب والمحلل السوري من القاهرة، اسمح لي سريعا، ما معنى مشهد تجول الرئيس السوري في شوارع الغوطة؟ هذا التجول أنا بوجهة نظري هو مسألة إعلامية بحتة، يعني لا أكثر ولا أقل. يعني الموضوع نعم. الغوطة أكبر من المسألة بكثير. يعني أنت عارف مسألة الغوطة، يعني بعد قرار الحسم العسكري ودخول قوات النظام إلى داخل الغوطة صف الوضع مختلف عن أي مسألة ممكن تصور حالة انتصار مؤقت أو دائم موجود داخل الغوطة. هذا الرسالة اللي ريدي وصلها، يعني توصل الزيارة للمناطق اللي تم دخول إلى الجيش السوري داخل الغوطة. نعم، ولكن هناك يعني حوالي 6000 شخص غادروا صباح اليوم الغوطة الشرقية متجهين عبر ممرات آمنة إلى أماكن أخرى، والرئيس السوري بشار الأسد علق على هذا بأن في هذا الاتجاه هو أن الناس تريد الرجوع للدولة. ما تعليقكم؟ الناس بعد الحصار الطويل اللي تم وبعد الضغط العسكري والقصف الجوي والحالة المزرية الإنسانية اللي وصلت إلى الغوطة نتيجة الصراع بين قوات النظام بين الفصائل الموجودة داخل الغوطة، فالناس بدها تهرب من الموت بالنتيجة، يعني أيا كان الحالة اللي هن بيوصلوا لها. ولكن الوضع المأساوي اللي دخلت في الغوطة يعني سابقة غير متكررة في الحروب نهائيا يعني على الإطلاق، إنما لابد أن الناس إلا أن تفكر عن مخرج، يعني بدها تخرج من الملاجئ، تخرج من تحت الأنقاض. نعم. من حالة القصف المستمر، فأي ممر ممكن يأمن لها سلامتها إذا صدقت الجهات اللي تتحرك في هذا الموضوع فبدها تتحرك. أضف إلى ذلك بأنه الفصائل اللي موجودة هناك بالنسبة بما يخص دوما وجيش الإسلام تجري توافقات ومصالحات لإخراج الناس وإخراج أنفسهم من داخل الغوطة أيضا كفصائل. نعم سيد محسن، بعد يعني هذه الأعداد التي خرجت من الغوطة الشرقية سواء من دوما أو حرستة أو غيرها، يعني ماذا تتوقع الخطوة القادمة؟ هل هذا سيؤدي إلى أن المفاوضات السياسية ربما تأخذ بعدا آخر؟ مسألة المفاوضات السياسية باتت على كف عفريت سيدي لسبب كتير وجيه. الجهات الضامنة الدولية الأساسية لهذا التاريخ لم تتوافق على حل المسألة السورية، هي تحرك المسألة ولا تسعى إلى حلها، وتحريك هذه المسألة عبارة عن صدامات وصراعات ما بين روسيا وأمريكا في تقاسم النفوذ وداخل على الخط القوى الإقليمية. يعني انتم عارفين مسألة عفرين ودخول قوات التركية ووجود إيران، يعني هذه القوى كلها تتصارع على مصالح داخل سوريا، فأي حل سياسي ضمن هالمنطق ممكن أن يتم إلا في حالة واحدة، يعني في حالة واحدة إذا اعتبرت روسيا بأنه هي الطرف المنتصر، والطرف المنتصر دائما هو الذي يفرض شروطه. أنا لا أتحدث عن النظام لأن النظام لا حول له ولا قوة في هذا الجانب، روسيا هي المتحكمة بمسار الأمور كلها بالكامل. ربما سيد محسن دلالة على عبارتك الأخيرة أن الرئيس الفرنسي ماكرون اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحدثه عن وقف القتال في سوريا. هذه مسألة مهمة، إذا استطاعت الجهات الدولية أن تأخذ دورها بشكل صحيح وسليم، وأخص بالذكر يعني منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إذا استطاعوا أن يأخذوا دورهم فبستطيعوا يطبقوا القرار اللي وافقت عليه روسيا 2401 بخصوص الغوطة ويعمموه على كافة الجغرافيا السورية، حتى على الدخول التركي ممكن أن يشمل هذا الموضوع ويواجهوا في تركيا في مسألة وقف إطلاق النار وما شابه.
الحالات الإنسانية اللي خرجت من الغوطة لهذا التاريخ لم تكن كافية، ولا المساعدات الإنسانية، لأنه الوضع مزري جدا. الخشية أن يكون في تهجير قسري، وهذا التهجير القسري مشكلة. نحن نريد حل شامل ودائم لسوريا، وهذا الحقيقة كل المحللين السياسيين حتى الجهات الدولية مجمعة عليه. ولكن كما تفضلت أنت بسؤالك بالنسبة للحل السياسي، الحل السياسي غير منظور، لأنه أي حل يأتي من خلال الانتصار، إذا كان في انتصار بده يتم، فهذا الانتصار له شروط، وشروط قاسية حتى على الشعب السوري نفسه. شكرا جزيلا سيد محسن حزام الكاتب والمحلل السوري، متحدثا إلينا هاتفيا من القاهرة معلقا على أحداث الغوطة وآخر الأحداث. شكرا جزيلا. ربما أشار ضيفنا السيد محسن حزام إلى موضوع عفرين، وبالفعل هناك ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء بسرعة تقديم مساعداتها وتمويلها للسوريين المتضررين في مناطق الحرب في عفرين وفي تل رفعت وغيرها. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد محارم، كاتب ومحلل سياسي من نيويورك. سيد محارم مساء الخير. منطقة عفرين ودخول القوات التركية ومعها قوات الجيش الحر كلها أدت إلى ورفع العلم بالأمس، كلها ربما مؤشرات تشير إلى أن الاحتلال التركي سيستمر طويلا. مساء النور. الوضع السوري معقد وبصراحة مشين للإنسانية. احنا بحكم تواجدنا في نيويورك وبالقرب من الأمم المتحدة وأحد منظماتها الفعالة على الأرض، هو الأمن الوحيد اللي عنده أو الآليات ممكن ينفذ أي قرار. للأسف الشديد 6 سنوات مضت بنتحول من مباحثات إلى مباحثات، 9 سنوات من الصراع، بنتحول من مباحثات من أساتانة إلى أماكن أخرى، تتغير الأماكن وتتبدل الوجوه. ولكن الحقيقة الأمم المتحدة يمكن لأول مرة تعجز عن أنها تكون قادرة على تحقيق أي نوع من التقدم في هذه المأساة، نظرا أن الصراع انتقل من إقليمي إلى دولي. لما تكون بلد بتتحارب بقالها 7-8 سنين، عندها 4 قوى دولية متواجدة على الأرض، أمريكا وروسيا، عندك إيران، عندك حق الفيتو في مجلس الأمن. الحقيقة الصراع السوري بيخلي دلوقتي أن في وجهة نظر بتتكلم وبشفافية وبصراحة أن نظام مجلس الأمن لازم أن يعاد ترتيبه، إعادة النظر في نظام مجلس الأمن بالتأكيد، لأنه لو هنفضل مستمرين بالنظام بتاع الـ5 دول والفيتو لا هنتقدم قدام ولا هنرجع للخلف، فمش هتحقق الأمم المتحدة أي نوع من أهدافها، بل هيتوجه لها أي نوع من اللوم. ويمكن ده اللي خلى ولكن سيد أحمد محارم ربما لن ننتظر حتى يتم تعديل الوضع، وضع الميثاق في مجلس الأمن لحل أزمة مثل الأزمة السورية حقيقي. ولكن الحرب اللي حصلة في أطراف لها مصالح. يعجبني جدا التدخل النهاردة من الرئيس الفرنسي، وفرنسا دولة لها وزنها، والاتصال اللي حصل ما بينه وبين الرئيس الروسي بوتين. بوتين عنده شعبية، وانه الانتخابات، وانه هيكسب، من ضمن احد اوراق اللعبة عنده انه هو عنده توسع اقليمي، وانه موجود في اماكن كتيرة جدا كان الاسطول الروسي ما يقدرش يوصل لها المياه الدافئة في شرق البحر المتوسط. يعني في الحقيقة اتجاهات وابعاد كتيرة جدا. اعتقد انه لازم حل المشكلة ترجع من الداخل السوري، من النظام السوري نفسه، انه يعترف لو كانت هناك في مرحلة معينة اخطاء، من الممكن جدا تدارك هذه الاخطاء، والمجتمع الدولي مش هيساعدك لو انت ما عندكش الاستعداد انك تساعد نفسك. انا اعتقد الوضع معقد جدا، ولكن من الممكن في ظل يعني منظومة من خلال الدول اللي لها مصالح في ان روسيا تستقر والشرق الاوسط تستقر، الاتحاد الاوروبي ممكن يلعب دور جدا من خلال وجود فرنسا. نأمل ان التفاهمات اللي ما بين روسيا وامريكا يكون فيها نوع من الشفافية، والا هنظل في ندور في عجلة، والخسران الاكبر هو الشعب السوري والناس اللي العالم كله بيتعاطف معاهم من خلال المحنة الانسانية اللي لم يشهد لها التاريخ الحديث منذ زمن او من عقود. سيد أحمد محارم، تعليق سريع على بيان الخارجية المصرية بإدانة الاحتلال التركي لعفرين وأنها انتهاكات في حق المدنيين، واعتبرتها يعني غير مقبولة. تعليق سريع.
بالتأكيد الدبلوماسية المصرية لها تواجد على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وده بيعبر عن قد إيه الخارجية المصرية أو الدبلوماسية المصرية يعنيها تماما الشأن العام العربي عامة والسوري خاصة. فمن الطبيعي جدا أن يكون في نوع من الشجب أو الرفض مثل هذا التدخل. شكرا جزيلا مصرية. عفوا سيد أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، شكرا جزيلا.